اذا طلع بعدنا هاي القطعه من الدي ان اي، اول ما نسوي احنا شو نسوي؟ اول شيء لازم نسوي الكومبلمنتري مالتها. اذا منطينا الاتجاه قلنا اول شيء بالسؤال من الحل نشوف الاتجاه مال دي ان اي. فالاتجاه مال دي ان اي دائما يكون يعني الجينات اقصد دائما اتجاه الجينات تكون from 5 برايم الى 2 3 برايم 3 برايم تمام. فاليوم راح نسوي احنا هذا البيس اوف ذا دي ان اي حتى نسوي الكومبلمنتري مالته. اذا الكومبلمنتري يكون اتجاه المعاكس مالته بيا اتجاه 3 to 5 اوكي. هاي منو عندي؟ 5 to 3 بالفعل. اذا الجو هنا شو اكتب لازم انا المفروض؟ من 3 to 5 يصير بالعكس. بالفعل 3 برايم 2 5. هسه منو يريد لي الكومبلمنتري؟ اريد واحد يريد لي الكومبلمنتري. A C C A G T A G T A C C C C C C D بعد وحدة تقسيم بعد سي وحدة T A T A A بعدين C C C T A T C T A A C G A C G C C G لا 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 C G مو C G C T C T G G G بعد T A T T T T أربعة مو أربعة بعدين A C خمسة مو أربعة أي عافية خمسة خمسة بعدين A لا هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعدين A C A C T T لا A A A أربعة مو أربعة بعدين C C T بعدين C T لا خمسة. سوينا الكومبلمنتري بالفعل نخلي الاتجاه مالته والاتجاه مالته يكون 5 برايم. هسه احنا عندنا كومبلمنتري كامل هنا. نجي نسوي دبل تشيك على السريع نشوف صحيح احنا هاي شوية عندي زحفة هنا حتى هيك اسوي واحدة جوا لا اقدر اسويها مينيموم. تمام. هسه نجي عندنا كومبلمنتري نسوي سكاننج على السريع نشوف صحيح احنا سوينا الكومبلمنتري تي اي جي سي جي سي سي جي هيك كله على السريع نشوف هاي اول خطوه. هاي شوي هنا زحفت عادي انتو وياها سوي تراكن اي اي جي جي اي جي اوكي طلع. بس هذا عندنا قطعه من الدي ان اي منطيني اياها. هسه انا اجي اول شيء شو اسوي؟ ندور على اي تي جي. ندور على منو؟ اي تي جي. بيا اتجاه اول شيء ندور من 5 الى 3. اذا اول شيء انا اجي اسوي سكانينج من اتجاه 5 الى 3 هذا الاتجاه اسوي سكان. اوكي شو ادور؟ ادور على اي تي جي تمام. بعدين وراها بهذا الاتجاه ايضا ادور على الاي تي جي. مو بس الاي تي جي ادور عليها، ندور على الستوب كودون. ادور على اي تي جي واحسب 3 3 وادور على الستوب كودون. اوكي اذا راح نجي احنا وياكم نجي ونشوف وين الاي تي جي. هنا تي جي عندنا هذا اي تي جي هنا اول دكتور. تمام دكتور
اي مو هنا انا قاعد هي قاعة وجايين ضيوف فاني اعتذر يعني على الفرصة هسه شوي لحس يصير هدوء اوكي هسه انا دا احكي يعني بالمايكروفون دا سمعوني مو اي دكتور واضح نسمعك ونسمع الحكي يمك كله اوكي اوكي بس انتوا بالكم وياي يعني هنا على ال والله ساعة هيك دكتور يعني مو جد اوكي هسه انا حددت اول وحده الاي تي جي وراها شو نسوي نحسب 3 3 تمام انا لا شو اسوي كل 3 3 لا ما اخلي جوا خط اسويها غير لون هسه هذا الكودون الاول هذا عندي اي تي جي واحد لاخ هذا شنو نعتبره هذا الاي تي جي؟ لا نعتبر انه راح يشفر عادي يعني ما عادي يعني عادي يعني يشفر لي الى حامض اميني ميثيونيني اذا هذا اي تي جي ستارت كودون هذا الكودون الثاني الكودون الثالث الكودون الرابع هكذا نمشي هو بس اول واحد والباقي يمشي عادي اي عفو خلي هذا اسوي كودون او ستوب كودون اي نعم طلعتوا اكو ستوب كودون انا بعدني ما وصلت اي طلعنا اخر شيء تي جي اي هاي 3 3 هاي 3 3 هاي 3 3 هاي كودون اها هذا الستوب مو لا دكتور لا بعد اخر واحد تي جي بعد تي جي تي مو جي اي تي جي اي عافيه صحيح منتبهين وياي كل زين نجي نسوي دبل تشيك نشوف احنا صحيح مشينا 3 3 3 3 3 اوكي اذا صار تمديد مثلا او 80 حسب انت هذا اكو عندنا هنا اي تي جي وحده لخم تمشي مو دكتور دكتور قبلها ما اي تي جي احنا ايش هسه نسوي هيك شيء اكو اي تي جي ورا لا لا نجي هيك يعني هيك اجي نسويها اول شيء قطعها زين دكتور عندنا ستوب كودون قبل هذا الاخير تي اي اي هذا اول ستوب كودون هذا ستوب كودون اي بس مو ناخذ الاخير الاخير مو تي جي اي هذا الستوب لهنا نوقف صح عافيه بالفعل هو هذا اول ستوب كودون وها هي اي الاخير واحد من همله مو هو لا هسه عندي انا هذا انا طلع لي هذا هسه هذا كودون هذا كودون هذا كودون هذا كودون هذا كودون هذا كودون تي اي اي ستوب كودون اوكي هسه اوضح من حطيت سبيس هسه صارت واضحه فاذا تنتبهون الكودون بس ستوب كودون يجيكم هذا نهايه الجين تصير تمام تمام دكتور اذا هذا هيك راح اسوي شيل السبيس اوت بعد اذا هذا الشرط ناخذ مثال الشرط يكون قصير حتى ما نضل كل شويه نعيد الترتيب ونشوف هو اي هو حسب نوبات تجي نوبات تجي الشريط كلش طويل نوبات لا اقصر تمام بس انتوا لازم تنتبهون اذا جاكم شريط يعني اطول من هذا شويه لازم على كيف شويه ننتبه يعني على السيكونس تمام بس عندي هذا اي تي جي هذا عندي جين كامل الجين الكامل هذا يعتبر جين كامل شوفوا
تمام. هذا الحوض كله يعتبر جين كامل. اذا جين كامل من كتبه دبل ستراندد وياي طلع وياك دكتور. اذا هذا الجين هو عندي كامل، هذا الحوض دبل ستراندد بي شنو عندي بي الستارت كودون، هذا الستارت كودون هذا الستارت كودون عندي، وعندي هذا شنو هو واضح دكتور بالاصفر موجود هو. تمام عندي هذا الستارت كودون والستوب كودون، هذا لازم اكتب اني من اكتب بالامتحان اكتب فوق هنا اكتب ستارت كودون ستوب كودون، وهنا هاي المنطقة بالنص اسمها open reading frame. يعني نكتب عليه مطلوب بالامتحان لو انه حتى نفتح اي مطلب مطلب بالامتحان اذا يكتب لك mention mention structural gene. تمام راح يقول لي mention the structural gene. اوكي هاي واحده من المطالب. اذا structural gene هو start codon وstop codon والopen reading frame. من المطالب الاخرى اللي احتمال يقول لي اياها يقول لي ال mRNA. اوكي الامر انا اي الجين كله اول واحد كل شيء تتحول يو عافيه. اذا منو يريد لي اياه اريد واحد يريد لي الامر انا اي يو جي جي راح نكتب الاتجاه مالته اول شيء 5 برايم 3 برايم دائما اتجاه الامر انا اي ايضا من 5 الى 3 برايم 5 برايم. نعم دكتور اليو جي جي AUG لا أكيد بهيج يعني كودون كودون AUG ولا شنو GGG AUG AUG GGAU GG لا ثلاثة ثلاثة ردي AUG شنو بعد دقيقة AUG GGA GGA UGC UGC GAC GAC CCA CCA UAA UAA. إذا بالفعل هذا عندنا الـ mRNA كتبناه. الـ mRNA أخذته من الـ DNA من الخمسة ثلاثة ولا من ثلاثة خمسة؟ هاي خمسة ثلاثة هدش فاي الاتجاه من خمسة ثلاثة الأصل يعني أول واحد. الدكتور ما أخذنا كنا بس الـ start للـ stop مو بالله؟ هو الـ mRNA فقط الـ mRNA of the of the gene راح يقول لك. هو من يقول لك mRNA يعني أنا أكتب بس الجين أحول أحول مالتي الجين إلى mRNA يعني بس شنو نعم نفسه هو نفس السيكونس بس التي تتحول إلى يو يعني بس يعني تتحول إلى يو. من أخذ بالأب ستريم ولا دان ستريم؟ أي نعم تمام دكتور. أوكي بس الاتجاه انتبه نعم نعم تلاحظ هذا 5 5 برايم هو نفسه راح يكون هنا هو نفسه بس التي تتحول يو اي بس اذا جاك الجين بهذا الاتجاه تشوف الماوس شلون ده يمشي بهذا الاتجاه شلون راح يصير اي راح يجي الاي تي جي يعني مثلا هنا اي تي جي الاي ثلاث احمد مو تي نحول الى يو الاي نحول يو التي ظل اي لا لا التي يتحول الى يو اي يو جي التي الثايمين يتحول الى يو راسيل انا اجي الاحظ اسوي سكاننج هنا على السريع اشوف هما بي تي
المفروض ماكو تي اوكي. هو بدايه الامر ان اي يعني الجين مال الامر ان اي دائما يبدي اي يو جي اوكي. واضح واضح هذا المثال. منو سالني؟ مريم خليل. نعم دكتور. واضح واضح عندك يعني هسه عرفتي شلون طالعين الامر. بس سؤال انا ليش ما سويت له كودينج؟ يعني ليش نزلت نفسه بس حولت التي الى يو؟ يعني ليش ما سويت الجي الى سي؟ ما نسوي له كومبلمنتري لان هو نفس الجين اللي حيصير بيه ترانسكريبشن. تمام. ترانسكريبشن نحوله هو نفسه بس التي تحول الى يو. ماشي. اوكي. يعني ما نسوي له متمم. زين هو هم يطلب مرات متمم؟ المتمم ما يطلب هذيك غير يعني ديتيلز هذيك بس سي دي ان اي ان شاء الله ندخل بها بعدين يعني ندخل. ما اعتقد انتم راح تاخذون سي دي ان اي. سي دي ان اي ينطينا سيكونس دي ان اي يقول لك طلع الجين من عند الام ار ان اي فهناك تصير تحويلات هوايه. تمام. بس هسه مبدئيا احنا الجين مالتنا من ناخذه الجين من 5 برايم الى 3 برايم راسا نطلع من عند الام ار ان اي اللي هو ايضا من 5 برايم الى 3 برايم. بس هاي حاله هاي حاله اذا كان عندي الدي ان اي بالسترين الفوق بالشريط الفوق الجين يعني الجين هنا هذا تلاحظون من 5 الى 3. ناخذ غير حاله ايضا اذا كان عندنا الشريط جوا الجين جوا والكومبلمنتري مالته اللي فوق. اكو بعض القطع من الدي ان اي يسموها اوفرلاب جينز اللي هي تحوي على جين فوق وجين جوا يعني السترين الفوق الخيط مال دي ان اي الفوق يصير متمم لغير جين اخر جوا وهكذا بالعكس. واضحه هاي الفكره؟ بس عيد يا دكتور. اكو نوعين من الجينات يسموها اوفرلاب جينز يعني هنا يكون الجين النمبر 1 للخيط الفوق والكومبلمنتري مالته اللي جوا والجين الثاني يكون هنا والكومبلمنتري مالته اللي فوق يصير بس هو نفس الخيط من الدي ان اي يعني يصير اوفرلابينج بها يعني عبر الخيط قدام قصدك؟ هسه هنعطيكم مثال بس ما نقول هذا المثال شوية صعب يعني ما يجي نقول لك احتمال يعني احتمال يجيكم جين بالاسفل انتم تطلعوه الجين بالاسفل شويه صعوبته الامر ان اي يعني هنا راح ينكتب مثلا اي تي جي فانت تعرف الامر ان اي لازم تجيبه اي يعني تجيبه منا اي تعطيهم ثاني تمام. ناخذ خلي امشي هسه انا بالامثله مالتي اللي اريد اوصلها وبعدين ناخذ غير مثال اوكي. عرفنا بالمحاضره السابقه المثال على اوفرلاب جين اذا بقى عندي وقت ان نسوي لكم اوكي. الاوفرلاب جينز الاوفرلاب جينز حلوه يعني مسائلها تطلع اكثر خاصه يعني اذا تريدون سؤال كله صعب انه ما ينطيني الدايركشن واني اشوف الدايركشن مالته بس هاي شويه صعبه عليكم احنا ندخل ستيب باي ستيب بس. هسه من هاي القطعة ما دي ان اي عرفنا هذا الجين عندنا الجين نمبر 1 هاي كم هاو ماني مثلا مطلب يقول لي produced from this piece of DNA, okay? إذا عندي هذا الجين، إيش قد أطلع من عنده أمينو أسيد؟ من يقدر يقول لي؟ ماني. ماني. شو حسبتها؟ نحسب ال ويل ستارت كودون 3-3 ما عدا ستوب كودون. ستوب كودون بالفعل هو ستوب كودون ما ينحسب لا تحسبه. نحسبهم كلهن عدا الستوب كودون لان ستوب كودون ما يشفر لي احنا عرفنا الاي يو جي اللي هي اي تي جي تشفر لي يعني سبعه
بالفعل اذا اي اي اللي هي انا ارمز لها دائما اكتبها امينو اسيد ريديوس يساوي لنا ايش قد 7. احنا نعرف الامينو اسيد مثلا هذا امينو اسيد 1 دكتور اسمه فهمت هاي مال امينو اسيد شلون ها يعني هسه افهمك. شوفي هو الجين هذا مو عندنا فوق اي تي جي وتي اي اي جين كامل حولناه شنو حولناه الى ام ار ان اي. الام ار ان اي السنترال دوغما شرحناها هذيك المحاضره عرفتوها انه الجين يتحول الى ار ان اي والار ان اي يتحول الى بروتين تمام. نعم دكتور. اي هسه عندنا هذا الجين تحول الى ار ان اي ام ار ان اي ماسنجر ار ان اي. قلنا نشوف الكودون كل كودون يعني ايش قد امينو اسيد يطلع لي هاي القطعه. احنا نعرف كلها تطلع كودون الكودونات كلها تطلع امينو اسيد عدا الستوب كودون. الستوب كودون عندنا ثلاثه اللي هي تي اي اي تي جي اي وتي اي جي مو. احنا بهاي الحاله جتينا تي اي اي تي اي اي ما يعطينا اي امينو اسيد. كل الستوب كودون ما تعطينا امينو اسيد بس الاي يو جي هو يعتبر ستارت كودون سيجنال فور ستارت كودون وينطينا ميثيونين فنحسبه نحسبه امينو اسيد. فبهاي الحاله انا يعني كم كودون طالع لي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كودونات. فعدد الامينو اسيد يساوي عدد الكودونات ناقص 1 كودونز ناقص واحد اللي هو مال ستوب كودون. احنا مو قلنا انه لازم تتايب ستوب كودون. هاي يو اي اي مو ستوب كودون. ايه هي اليو هاي الفوق ده شو فيها هاي اليو تي اي اي هاي ستوب كودون تحولت بالامارة ان اي كل تي تحول الى يو. ايه اعرف عافية. هاي ستوب كودون هاي ستوب كودون هي هاي ستوب كودون. يعني احنا ناخذ القطعه الاولى من الاي تي جي ونسوي لها نتممها وبعدين نحسب غير هيك المفروض. ما فهم السؤالج شلون. يعني احنا راح نبدا من الاي تي جي لحد التي اي اي وبعدين نسوي لها كومبلمنتري. لا اول شيء انا من تجيني قطعه من الدي ان اي هيك اول شيء شلاحظ سجلوها ملاحظه يمكم. اول شيء اشوف الدايركشن مالتها 5 2 3 الدايركشنز اوكي هاي الهايلايت بالاحمر. الدايركشن كلش مهم. من اشوف 5 تو 3 برايم النقطه الاولى انا شفت الدايركشن اذا اسوي كومبلمنتري للقطعه مال الدي ان اي مالتي للاسفل هي بهاي الاتجاه هذا الاتجاه. الكومبلمنتري اسوي كل واحد الكومبلمنتري مالته باتجاه 3 to 5 بس من اجي اقرا من 5 الى 3 بهذا الاتجاه تمام. اول نقطه عندي خلينا نشوف. انت مريم مو ما فهمتي هالنقطه؟ اي دكتور انا ما فهمت انه احنا بدنا نحكي على ار ان اي اي على ار ان اي كنا نحكي بس احنا انتقلنا هسه بالحديث. اول شيء شو نسوي؟ نشوف الدايركشن مال ار ان اي نسوي متمم له بعدين نسوي سكاننج. شفنا الجين حددناه كملناه 3 كودون نطلع من عنده الار ان اي هذا الماسنجر ار ان اي اوكي اللي هو بي شنو؟ بي هم ستارت كودون وبي ستوب كودون بس كل تي تتحول الى يو لان الار ان اي هو سنجل ستراندد. شوفوا ما بي كومبلمنتري سنجل ستراندد مولكيولر هذا دبل. يعني ممكن يجينا سؤال بالمقلوب مثلا يعطينا الار ان اي ونبدا نمشي بالعكس. اي عافيه ممكن اجيب اعطي لك سؤال ايه؟ عندك هذا البيس اوف ار ان اي وطلع لي من عند الجين. يعني احنا هسه ما نحدد انه عندنا بالار ان اي ستوب كودون وستارت كودون لان احنا نعتمد على الدي ان اي او الواحد هو بس هذا. لا اذا شوف انت حسب الامر ان اي ينطيك اياه. اذا شفت الامر ان اي بي اي يو جي وهاي بي اي يو اي اي اذا هذا ستارت وهذا ستوب. اي يعني هسه اذا نجي على ار ان اي هم نسوي له لازم 2 بدايه ستارت كودون و3 نهايه ستوب كودون.
اي عافيه، بس اذا قلت لك حول لي اياه للجين الاصلي مالته راح تكتب هذا، راح اعكسها عكس. اي اي يصير اي بس اليو تصير تي. اوكي اوكي تمام. من طلع هذا احنا نشوف او احتمالين، اذا انطيتك امارنا اي احتمال يكون من 5 الى 3 بالاعلى، او احتمال يكون من 5 الى 3 بالاسفل. بس احنا دائما حتى يعني to avoid complexity، حتى لا تصير صعوبة، نخليه فوق. فهذا الـ A يصير A، T يصير T، الـ U يصير T sorry، والـ G يصير يعني كلها نفسها بس الـ U يصير T. تمام دكتور. اي بس هسه لا تدخلون انتوا روحكم، هسه احنا ننتبه على نقطة انه حولنا، لعدا نشتغل بعدنا بالسنترال دوغما، حولنا الجين إلى mRNA. يعني احنا هسه أصلا نقدر نقول الـ start codon مال RNA هو يجي AUG عافية هو UAC الستارت والستوب، الستارت والستوبس وكل الكودونات هي المفروض based on the RNA. اي بس احنا ناخذها حتى نفصل الـ DNA اول شيء، حتى نشوف شكو بالـ DNA وبعدين نعكسه الى RNA. تمام. يعني هسه اذا قال لك الستارت كودون شنو المفروض نقول AUG، بس لا احنا نقول ATG لان بدنا نقرا هنا على السيكونس مال دي ان اي. اي تي جي للـ دي ان اي ويو جي للار ان اي. عافيه. ويو اي اي ستوب كودون بالنسبه للار ان اي اللي هي تي اي تي جي اي يعني يو جي اي وتي اي جي يعني يو اي جي. اوكي اوكي هسه مريم فهمت هاي النقطه؟ لا والله دكتور ما فهمتها. هاي شنو اللي ما فهمته؟ شنو اللي ما فهمته؟ انه مثلا انت طيت قطعه من الـ RNA اوكي، نريد نشوف الستوب كودون مالتها اللي هي الـ UAA. اي تحولها الـ TAA. ها تمام. احنا يعني احنا الـ RNA مالتنا راح نقول نمشي عليها، يعني تصير بي يعني شنو اقول لك، ستارت كودون واحد وستوب كودون واحد. عارف هذا مبين اذا انطيته شيء شيء RNA، اذا انطيته شيء شيء ام ار ان اي ماسنجر ار ان اي راح اقول لك ايش قد عدد. اول شيء طلعي لي الجين من عند الاصلي ويعني الدي ان اي، وبعدين ايش قد عدد الامينو اسيد الطالعه من هذا البيس اوف ار ان اي. فهمت؟ اي فهمت. احنا لازم نرجع للدي ان اي. وايش قد البيبتايد بوند؟ البيبتايد بوند كم عندي، كم امينو اسيد هنا؟ سبعة. دكتور هي سؤالها انه احنا من اخذنا الستارت كودون والستوب كودون على الدي ان اي، هسه بالار ان اي اختلف اللي ماكو تي، تي صار يعني صار الستوب كودون مال الدي ان اي. هو هذا اهم نقطه لازم تعرفوها، التي فور يو الثايمين اي سي، الثايمين بالدي ان اي يصير يوراسيل بالامان ان اي. اوكي اي اوكي وضحت. انا اكتب هذا تي دي ان اي شو يصير لنا، راح اخليك شيء هيك يتحول لنا يصير هيك. احسن طلاب لو المحاضره الورقيه افضل. الورقية أفضل بس الكاميرا تصير ما واضحة فنبقى هيك أحسن. يعني هاي زينة هيك؟ لا لا تمام تمام هيك. لا مو مشكلة زينة دكتور. إذا ثايمين بدي أنا يصير نيوراسيل إن أمارنا أي. هاي بس نحولها وبالعكس نعكسها. اوكي هسه طلعنا الامينو اسيد ايش قد قلنا 1 2 3 4 5 6 7 عدا الستوب كودون، اذا 7. انا جيت رسمت هنا هاي 1 2 3 4 5 6 7، هاي عندنا 7 امينو اسيدز هنا، اذا كم بيبتايد بوند بيناتهم؟ ستة. عافية. إذن البيبتايد بوند يساوي لنا
peptide bond. يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا عدد أمينو أسيدز الكامل. أمينو أسيدز الكامل ناقص واحد. تمام؟ أمينو أسيد ناقص واحد. هسه عرفنا شلون نطلع العدد مال أمينو أسيد. خلي أكتب لكم الأمينو أسيد يساوي لنا قبل هنا أمينو أسيد نمبر يساوي لنا شنو؟ شنو يساوي لنا أمينو أسيد؟ يساوي لنا all codon number ناقص ايش قد؟ ناقص واحد. ما شنو؟ ناقص واحد. عافية. إذا هاي الخطوطين عرفناها كلش مهم. اوكي هسه من المطالب مال هذا السؤال احنا ايش طلعنا؟ طلعنا الار ان اي ام ار ان اي وطلعنا عدد الامينو اسيدز وطلعنا عدد البيبتايد بونز اللي هي يساوي لنا ايش قد؟ 6. هاي المطالب مهمه لازم تعرفوها، يعني يجيكم بالسؤال يجيكم بيس اوف دي ان اي وفايند اوت ام ار ان اي ستراكشر. اكثر مثل غلط اللي فوق شنو تحط سبيس بعد بالدي ان اي المتمم، حط سبيس واحد لان صاير بالمربع مال الدي ان اي مسوينا احنا اكو غلط، فلازم سبيس تخلي الاجابه. ها اوكي هيجي يعني اي هسه تمام. شوف اكو ثلاث تيات صارت لي بالاخير تي. اي لا انا راح اطلع هذا التي. لازم نطلع واحد من التي برا بعدين نشوف المحاضره يقول لك غلط اكو. اي بس انتوا عرفتوا الفكره يعني. هي اكيد وصلت الفكره بس على مود بعدين اذا نقرا مره يزحف ال اي هاي ماكو احرف شي ازور من احرف شوي يصير هيك. تمام هسه صارت واضحه مو دكتور؟ واضحه بس عاد الصور. اوكي فهاي احد المطالب اللي يعني لازم تعرفوها اللي هي structural gene. structural gene start stop codon open reading frame mRNA العدد مال الامينو اسيدز والعدد مال peptide bonds وعدد الكودونات. كم كودون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كودونات. تمام اكو احد عنده سؤال؟ لا دكتور كمل. تمام اذا ناخذ مثال اخر خلينا نشوف هذا الجين. احنا اخذنا المحاضره السابقه اخذنا الاب ستريم والداون ستريم صحيح؟ نعم دكتور. اذا يجينا مطلب اخر يقول appoint
appoint mutation. وين صارت لنا؟ صارت لنا at plus 3 of the gene. بلس 3 هو يقصد بي يا كودون يا امينو اسيد اقصد عافيه هذا الجي حولت لي جي الى سي اذا هو يذكر لي اياها حولت لي فور اكزامبل الجي صارت شنو صارت سي اذا هنا ايش راح يصير بهاي الحاله ما راح يصير ستارت كودون على الستارت كودون هذا شو يصير به يصير اي تي سي ناخذ نرجع نكتبه هنا هاي صارت سي اذا هذا نو مور ستارت كودون هذا بعد ما صار ستارت كودون ينتقل ستارت كودون وين نشوف الى نجي نسوي سكانينج جديد على هاي الثانيه دكتور الصوره واقفه هسه جت الصوره هاي شوفوا الطلاب هنا الـ ATG بهاي الجي ثالث وحدة اللي هي plus 3 الجي صار point mutation إذن point mutation حولت لي G إلى C إذن هذا بعد راح هذا مو start codon صار نجي نشوف راح ينتقل start codon من أول واحد إلى ثاني واحد فأنا رجعت هنا كتبته هذا هو ثاني واحد هذا C ATC هذا بالاحمر راح اسويه صار بي ميوتيشن فتحول تحول الستارت كودون صار عندنا واحد جديد امينو اسيد قل بدال السبعه صار نقل اي فيقول لك صار صار بالامر ان اي صار بالكودون صار بالامينو اسيد صار بالبيبتايد بونز كل هالشيء يصير بها فلها تقل ونرجع من جديد نكتبها اذا كلها تقل ونرجع نكتبها من جديد انا راح احدد هذا وهنا نظريا راح اشوف كم كودون صار واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس كودونات اذا after mutation after the point after the point mutation صار عدد الكودونز يساوي لنا شقد شقد قلنا هسه شقد حسبناها خمسه دكتور خمسه اذا عدد الامينو اسيد شقد اربعه 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 ناقص واحد عدد البيبتايد بوند شقد ثلاثه دكتور سترون سته دقيقه سته سته مو خمسه سبع وين ستارت كودون هذا واحد واحد لحد سبيسات حتى شوي ترى واضح اثنين يلا خلي لك سبيس تمام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة صار خمسة والستوب كودون من حسبه مو لا الكودونات هاي كلها جم كودون ستة اي بس واحنا الامينو اسيد راح يصيرن خمسه اي الامر انا اي نجيبه لازم نكتبه هو نكتبه نفسه نرجع نكتبه احنا ذني راحا مو صحيح؟ اي نعم دكتور لا همسحن هذا صار واحد اثنين ثلاثه اربعه راحت بس اول واحده سته عفوا ست كودونات كم امينو اسيد؟ خمسه يساوي لنا خمسة أمينو أسيد يساوي لنا خمسة عدل ستوب كودون البيبتايد البيبتايد بوند أربعة دكتور
البيبتايد بوند اللي هنا ما عدا الستارت والستوب كودون. لا لا البيبتايد بوند ناقص واحد. شوف البيبتايد بوندز احنا ما عندنا الامينو اسيد ويا امينو اسيد اخر اكو بوند بيناتهم يسموها بين الامينات فلازم ينقص واحد صح. ايه هسه انا هاي ستة كوبي لحجي هنا ايش قد قلنا امينو اسيد خمسة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اوكي اشوف بيناتهم كم بوند هسه انا كتبتهم هذا يعني ارجينين الى اخره يعني اكو 22 تقريبا 21 امينو اسيد احنا كل واحد بي كودون خاص يعني يشفر لي جزء اكثر من كودون يشفر الى حامض اميني فيقول لي ايش قد عدد الامينو البيبتايد بونز بين الامينو اسيد هذا اي اي يعني امينو اسيد اوكي فبينات اذا هن خمسة اذا اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي اوكي اكو شي نسيناه بعد ما ذكرنا اذا قل اذا هاي الطفرة قللت لي عدد البروتين الناتج او عدد البيبتيد الناتج قللت لي باثنين امينو اسيد اذا قل اذا صار اكو تغيير بالبروتين الناتج زين خلي نفترض انه ورا هاي ال... ورا هاي البوينت ميتيشن كان ما عندنا هذا الاي تي جي كان شو يصير بهاي الحاله ماكو ستارت كودون فماكو ايه اذا بهاي الحاله اذا ماكو ستارت كودون بس ستوب هاي الحاله شنو ما يعتبر جين ما يعتبر جين بالفعل اذا نوبات اكو ميتيشنز تقلل لي من الحامض او البيبتايد الناتج او البروتين الناتج وبعض الميوتيشن شنو تمحي الناتج مال الجين يعني اذا صارت انه بال ستارت كودون ميوتيشن احتمال الجين كله يروح اذا جاست ان كيس اذا ماكو بعده اي تي جي هاي النقطه واضحه شباب واضحه دكتور